الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على تمان الأكملان على أجل المرسلين وآله وصحابته وتابع من واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا جل جلاله في كتابه المجيد في سورة غافر، يحكي قصة رجل من آل فرعون يدعو قومه إلى دين الله عز وجل، ويدعوهم إلى النجاة، ويدعوهم إلى الفوز وإلى الفلاح. قال الله تبارك وتعالى: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا رجل ذكر الله عز وجل كلامه ودعوته لقومه لما رآهم تخلفوا عن الحق واتبعوا الطاغوت واتبعوا الباطل، فدعاهم إلى متابعة الحق، ودعاهم إلى النجاة وإلى الفوز. وهذا دأب المصلحين في كل زمان ومكان. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة، يدعوهم إلى النجاة أي بمتابعة نبيهم موسى عليه السلام، والإعراض عن ضلال فرعون ومجانبة طريقه. وقال الذي آمن، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يدعوهم إلى سبيل الرشاد، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد. ومؤمن آل ياسين كذلك لما رأى قومه أعرضوا عن دعوة الأنبياء والرسل، كذلك جاء من أقصى المدينة وهو يسعى، فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذه دعوة الأنبياء لا تقدم بمقابل. أي زول يدعوك بمقابل، تأكد أن هذه ليست دعوة الأنبياء، لأن دعوة الأنبياء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكل الأنبياء دعوا إلى الله عز وجل من غير مقابل. وكثير من الدجاجلة وكثير من أرباب العمائم يدعون من أجل المال، ويدعون من أجل المقعد في البرلمان، أو إلى جاه، أو إلى سمعة، أو إلى غيرها من حطام الدنيا الفاني. وهذا الصراع إلى الآن قائم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، وهذا ما يعانيه الدعاة إلى الله عز وجل إلى يوم الناس هذا. أهل السنة والجماعة أرأف الناس بالناس، يدعونهم إلى الحق وإلى الصدق وإلى لزوم الصراط المستقيم. وأهل البدع في كل زمان ومكان يدعون الناس إلى غير سبيل المرسلين. والواقع لا يحتاج إلى تفسير، الواقع ظاهر. وإنت براك شايف القنوات والإذاعات، وبعد الفتح وبعد ما قدمه أخونا الفاضل مزمل عوض فقيري في قناة جون، أكبر دليل على عداوة أهل البدع. بعدي وطوالي جابوا كمية من العطالة والمتصوفة مستحضرين،
وأنصار السنة مستحضرين، وأهل الأحزاب مستحضرين، لأنه الكشف لا بد أن يكون بوضوح. يعني كده الجماعة أي زول الصوت وصله، أي زول شفته مبتدع الصوت وصله طوال، وعلى قدر الألم يأتي الصراخ، على قدر الألم يأتي الصراخ. عشان كده وما بحل لكم كلكم أنصار مهدي، أنصار سنة، جمعية كتاب وسنة، إصلاح ما إصلاح، مركز عام، مركز غرق، صوفية بكافة ألوانهم، لا ينجيكم إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الصراع قائم. الليلة نقول للناس يا ناس توجهوا إلى الله في كل عباداتكم صغيرها وكبيرها، وأهل البدع من المتصوفة وأخص منهم ذلك الدجال محمد المنتصر الليزيري، والله إذا فيه شبه من الدجال الكبير، أنا بس قدر ما أشوفه بتخيل الدجال الكبير، لأنه ذاك يجوب الآفاق والمدن، وده بلف القنوات ما مخلي له قناة. وليك يوم يا الليزيري امهل، ما شفت اللمين صاحبك اللمين؟ عشان كده ربنا قال في القرآن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ندعو الناس إلى توحيد الله، وهذا يدعو الناس إلى الإشراك بالله وإلى الكفر بالله، يدعوهم إلى السجود لغير الله، ويدعوهم إلى الطواف بغير بيت الله، ويدعوهم إلى دعاء غير الله من الأموات والرفات والعظام الناخرة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. يا قوم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يدعوهم إلى التوحيد وهو النجاة، ويدعونه إلى النار وهي الشرك. فكل من دعاك إلى غير التوحيد فقد دعاك إلى النار، كل من دعاك إلى غير التوحيد فقد دعاك إلى النار، لأن أعظم الأسباب التي تقود الإنسان إلى جهنم الشرك بالله، الذي نراه ونسمعه في الإذاعات وفي القنوات والجرائد والصحف والمجلات، ولا خجلان منه ينشروه، ما خجلانين الصوفية، ما خجلانين من أشعارهم ينشروها. تجي تتكلم في مسجد، تتكلم في حلقة، تتكلم في غيره في غيره، طوالي يسلطوا عليك من أصحاب الدقون. الله يمين أبديك إن ذاته بقى يكوري، أبديك إن ذاته بقى يكوري. زمان قلنا الصوفية، أسا أبو ديقل بقى يكوري قبل الصوفي والله. وكثير تشوفوا وتسمعوا في مساجد الحزبيين، تجي تتكلم تقول لا بد من الرد على المتصوفة، وده كتاب يا جماعة كتاب الهالك والبدر، ولا الهالك البرعي، الجوطة بتدور طوال، يقوموا عليك بديقون أول حاجة، وكثير حصلت لنا مواقف. فلا بد لكل داعية أراد أن يدعو إلى النجاة أن يدعو إلى التوحيد والله. وما في حل، ما في حل، مهما عملنا ومهما دعونا فإن الباطل كثير والله. ما أشوف أن النفرين ولا الثلاثة ولا الأربعة دين ما كفاية. دعاة الباطل كم؟ دعاة الحزبية كم؟ دعاة الشرك كم؟ دعاة الأحزاب والجماعات كم؟ كثر لا يعلم عددهم إلا الله. فلا بد من الدعوة إلى الله، ولا بد من الصراحة في الدعوة إلى التوحيد والتفصيل الذي به تتبين الحقائق، به تتبين الحقائق. فقال هذا الرجل ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. فكل ما عبد مع الله فلا وزن العبادة، لأن الله عز وجل يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي هذا الوثن الذي تدعونني إليه لا وزن لعبادتي ولا قيمة لعبادتي. قال لا جرم، أي حقا وصدقا، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة.
في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وعند الله تجتمع الخصوم كما يقال. فإن الله عز وجل يبعث الناس أجمعين فيقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، هذان خصمان اختصموا في ربهم، وكل من دافع عن الباطل سوف يقف بين يدي الله ويسأله عن ما قدم وأجرم في الدفاع عن أهل البدع وعن الدفاع عن أهل الشرك والدفاع عن أهل الباطل، سوف يسأله الله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله وعن علمه، ماذا عمل به؟ بيسألوك. فلا بد من التحذير من أرباب الشرك ودعاة الشرك بأسمائهم وتعرية حالهم للأمة السودانية، عشان الغاز يبقى يتوفر وعشان البنزين يتوفر. لابد الناس لو ما رجعوا للتوحيد ما في أمن ولا أمان ولا سلام ولا اطمئنان، لأن الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي وحدوا، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. يوم القيامة كل إنسان يتذكر ما قدم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله عز وجل كذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل الأعمال التي قدمها الإنسان سوف يجدها في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما بينفعك ولا بحلوك. أي زول مصدق كلام الصوفية إنه بحلوه وإنه يوم القيامة بنجوه، زي ما قال واد بدر في كتاب سراج السالكين، قال على الشيخ أربع أشياء تجاه المريد. إنت لو كنت تابع لواد بدر عنده أربع أشياء، قال: يحضره عند حضور الروح، أول حاجة لو دار تموت الشيخ بيجيك وبيلقنك الشهادة. قال: وعند سؤال الملكين في القبر، لما تخش القبر يسألوك من ربك ما دينك، قال: فيلهمه الإجابة. قال: وعند الصراط يسهل له الجواز. انت قال جواز باسبورت وانت قاطع كبر الممشية يودى جهنم. الصراط مضروب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر وعليه خطاطيف وكلاليب. ما بنجيك إلا تكون موحد وعملك الصالح ورحمة الله عز وجل. أبوك الشيخ وينه؟ وأبوك الشيخ ذاته في الطريقة تحله. ربنا في القرآن قال: يوم يفر المرء من أخيه. تقول أبو قرون؟ والله تقول أبو قرون تتورط ورطة. أبو قرون قال: يوم القرون يوم الخلوق الكظم أبو قرون بيجيش تنظم، داري تنظم هناك بنظموك، والله ينظموك نظام عمرك ما شفته. قال: والثالثة الرابعة قال: يسقي الله الحسنات. لو نقصت لك حسنة الشيخ يخط لك حسنة يوزن لك الميزان، والله لو جيت تشتري كيلو لحمة من هنا ده الشيخ ما يعمل لك حاجة. تزول بتلعب على المسلمين. وهذه عقائد المتصوف، دي عقائد الصوفية، دين لا علاقة له مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبيجي يوم حتتذكروا الكلام اللي قاعد نقول في 17، أي زول بيكورك بيبرة وأي زول الكلام ده ما عاجبه، يوم من يوم القيامة حتتذكر الكلام اللي كنا قاعد نقول لك: أترك البرعي وخلي المكاشفي وخلي واد بدر وخلي ما عارف صايم ديمة وغيره، وخلي أي رجل تعتقد فيه عقيدة باطلة خليه عشان ما تتورط. دي نصيحة، ونصيحة غالية وحارة، نصيحة غالية وحارة في نفس الوقت. زول عنده البرعي معظم ده، لما تقول له خلي البرعي بيصرخ طواله، يقول لك خليه. انت اظنك وهابي؟ لا ما وهابي، ربنا قال لك في القرآن: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. فقال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وده
شوف الزول ده لما قال الكلام ده ربنا نجاه، وهذا من أعظم ما يعني يجده الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، سينجيهم الله عز وجل. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. فربنا طوال في الآيات دي قال فوقاه الله سيئات ما مكر، ربنا نجاه لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ودعا إلى أعظم شيء وهو التوحيد وعبادة الله عز وجل، ونهى عن الشرك واتخاذ الأنداد، فنجاه الله عز وجل. أما المشركين ربنا قال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدو وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والآيات برضو في هذا الكلام، ولكن اكتفي بهذا القدر. وقدم محي الدين، أخونا محي الدين فليفضل مجزاً مأجوراً. السلام عليكم ورحمة الله.